السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد مهند مصلي من سوريا. أنا بألمانيا من 4 سنين والحمد لله متشرف أني حضرت 4 جلسات بألمانيا وقابلت فيهم حضرة الخليفة أيده الله بنصره العزيز. وكل سنة بتشوق أنه يكون أنه تكون يعني جيتي على الجلسة من شان لقاء ورؤية وجه الخليفة أيده الله بنصره العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اسمي آزاد الكردي من سوريا، معروف بمحمد علي. وطبعا هي المرة الثالثة يلي بحضر فيها الجلسة السنوية بألمانيا. وطبعا هي الجلسة يعني بمجرد الشخص انه من ينوي يحضر هي الجلسة، بأول خطوة بأول ما بيركب السيارة او ما بيركب القطار بتبلش تدفق الروحانية. يعني شعور عن جد لا يوصف، شعور غريب، خاصة بمعرفتك انه الخليفة نصر الله هو حاضر بهي الجلسة، فهي بتصير روحانية على روحانية. وطبعا حضور هي الجلسة أكثر شيء بشوق الأحمدي، المسلم الأحمدي، لقاء أمير المؤمنين نصره الله، لقاء الأحمديين بهالعدد الكبير جدا، تقريبا 42 ألف أحمدي، يعني شعور لا يوصف. وخاصة الأحمديين الأصدقاء والأقارب طبعا هون بالغربة، يعني شعور لا يوصف حقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أيمن من سوريا. الحقيقة هذه الجلسة هي الرابعة لي تقريبا، والمشاعر طبعا المشاعر الروحية دائما يوجد شحن روحي منذ بداية التحضير للجلسة إلى حين حضور الجلسة وانتهائها، ومن بعد الجلسة طبعا تبقى أفضل الجلسة موجودة ونشعر بها أيضا بعد الجلسة. في الجلسة هي مناسبة للشحن الروحي، لأن النفس البشرية تتعرض خلال كامل السنة خلال الحياة المادية والحياة التي نعيشها لضغوطات معينة، ونأتي في هذه المناسبة لكي نفرغ هذه الضغوطات ونعيد الشحن الروحي ويزداد الطاقة الروحانية إن شاء الله. طبعا في هذه الجلسة أنا متحمس جدا للمناقشة مع الإخوة الضيوف القادمين، وطاولات الحوار هي جدا مفيدة، نتبادل فيها الأفكار وتكون قائمة على زيادة العلم، وفيها خير إن شاء الله لكل الأطراف المتحاورة. وإن شاء الله وفقنا الله هذه الجلسة وفي الجلسات أيضا القادمة لتحقيق أفضل فائدة على أنفسنا وعلى الآخرين إن شاء الله. اسمحوا لي ببيتين لسيدنا المسيح الموعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعشق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذه الجلسة يتجلى ذلك. ولماذا هذه الروحانيات؟ هي بسبب تلك الآيات من الله سبحانه وتعالى. كان يقول: والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني، والله إني قد رأيت جماله، صلى الله عليه وسلم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بعيون جسمي قاعدا بمكاني. يا ربي صلي على نبيك دائما في هذه الدنيا، في هذه الدنيا وبعث ثاني.